ومشاهدينا هسه نورنا بالاستوديو الدكتور انس الراوي، اخصائي طب وجراحه العيون، حتى نتحدث وياه اكثر بخصوص موضوعنا لليوم. تصحى صباحك دكتور. صباح نورتنا. اهلا بك. اهلا وسهلا دكتور. العين الزجاجيه اشرح لنا شويه عليها، اعطينا مفهوم مثلا شلون تكون او شلون تتكون. نعم. هذه العين اولا هي طبعا هذه العين هي فقط للشكل للمنظر. نعم. فتتسول الناس اللي للأسف فاقدين العين وبس فاقدين النظر، ممكن ناس يفقد النظر بس تظل شكل عينه مقبول وطبيعي قدام الناس. أحيانا تكون أكو مشاكل مثل حادث، إصابات، مشاكل ولادية، أورام لا سامح الله، هاي تضطر الطب إلى أن يأخذ قرار بتفريغ العين أو استئصال هذه الجزء. فالمنظر ما راح يكون أكيد مقبول، خصوصا الإنسان دائما يتفاعل ويا الشخص المقابل أول ما يشوف يباوع على عينه. فلازم يكون أكو شيء تعويضي يكون مقبول جماليا مشابه للعين الثانية وبنفس الوقت يكون طبيا مسموح به. فبلشت الأمور بأن يسوون عين صناعية من الزجاج. هاي العين الزجاجية تكون مرسومة بألوان مشابهة ومطابقة للعين الثانية. وبدت وراها تتطور الأمور حسب اللي صار. يعني هسه هذه العين اللي موجوده وياي هي مصنوعه من الزجاج صح؟ هذه مصنوعه من ماده الاكريليك. هسه اكثر عين مواد مستخدمه بالطب لازم تكون غير متفاعله ويا جسم الانسان. ما اقدر انا اجيب مثلا قطعه بلاستيك احطها بالعين راح تحسس. صح اكيد. لانه يبقى الجفن او يبقى الباقي من العين اللي هو المكان اللي تقعد به هذه العين هو جزء لحمي. يفرز دموع، يفرز مواد ثانية، فممكن يهيج الباقي من العين، ممكن يكون غير مريحة. فصارت المواد اللي غير متفاعلة مع العين اللي هي الزجاج، وبعدين شافوا مادة ثانية اسمها الأكريليك اللي هي منها هاي مصنوعة. العين الزجاجية أكثر دقة بالشكل، تفاصيلها أكثر، تنطي شكل حقيقي أكثر، تنطي شكل حقيقي بها لمعة قوية. بس مشكلتها أنه هي زجاج، الزجاج قابل للكسر. صح. ممكن الافرازات اللي تظهر على العين تخليها تخلي سطحها شويه خشن. بعد فتره تحتاج الى تبديل. يعني تقريبا العمر الافتراضي للعين الزجاجيه يعني هو الى مده صلاحيه سنه مثل. العين الزجاجيه سنة. شافوا انه هاي الماده هي ماده بلاستيكيه خاصه اسمها الاكريليك، يعني المشتقات البلاستيك، تنطي نفس النتيجه تقريبا من المنظر الخارجي مع متانه اكثر، غير قابله للكسر البسيط. هسه اذا اوقعها على القاع ما تنكسر ومثل الزجاج، وبنفس الوقت ما يلتصق عليه افرازات او يتاثر بالافرازات مال العين الطبيعيه او الدموع. فصار عمرها هذه الافتراضي 5 سنوات. حلو. طيب دكتور، هل ممكن يكون اكو مضاعفات من الشخص يركب العين الزجاجي مثلا؟ مرات مثل ما ذكرت انت ممكن اذا اكو حالات ممكن يصير افرازات او فشي، بس مضاعفات اخرى يعني راح تكون؟ نعم، مبدئيا هو يعني لازم يكون اكو مكان مناسب للبس هاي العين. هذه العين راح تنأخذ بصمة خاصة أنه بعد ما تتم عملية التفريغ أو الاستئصال للعين يبقى ينحط قالب، يعني مثل قالب طيني، بس هو مو ممكن طبعا هم المواد الطبية، وحسب هذا القالب راح تنبني هاي العين. تمام. فأحيانا أكو أنواع مثل هاي اللي نشوفها، هذه أنواع معدة مسبقا وبيها فد كتالوج خاص طويل، ممكن أن الواحد يلبسها كشيء سريع يعني بدون تفصيل. فهذه أيضا ممكن تكون غير مناسبة للعين، بها زوايا حادة ممكن تأثر تحك بداخل العين فتسوي التهابات. حلو. طيب دكتور، يعني هذه مثلا شخص يقدر يستخدمها يعني 24 ساعة يخليها بعينه مثلا، لو هي لا بس وقت مثلا المناسبات أو طلعة؟ لا هذه 24 ساعة لا عادي، ما بها أي مشكلة. أي بدونها راح يكون يعني الشكل مو مناسب. احنا يعني لانها ماده ايضا تبقى ماده مصنوعه والعين حساسه، احنا ننصح المريض انه كل يومين ثلاثه يطلعها، يعرف يلبسها، يعني موضوعها بسيط، شلون واحد يلبس الساعه، شلون يلبس المحبس، لها طريقه. فيطلعها يغسلها بمي، يغسلها بمي وصابون، يعني يعقمها بمي وملح. نعم اكو سوائل خاصه، محاليل خاصه يغسلها ينظفها، ويغسل ايضا المحجر مال العين او اللي هو الباقي من العين اللي هو تقعد به، وبعدين يرجع يلبسها. هذه حتى نتجنب المشاكل اللي ممكن تصير بسبب الارتداء المستمر. طيب دكتور، لازم تكون اكو مراجعه دوريه يعني للدكاتره من بعد ما ركبوا هالعيون الزجاجيه؟ طبعا لازم اكو المراجعه. طبعا هسه اولا
اللي يحط عين زجاجيه معناها انه هذه العين معكم، فالعين الثانيه هي عين وحيده، لسلامه العين الثانيه لازم يراجع كل فتره. اكيد. تمام. مع هاي المراجعه المهمه للعين الصحيحه احنا نشوف هذه العين اللي هي لابس عليها العين الصناعيه. من ناحيه الاجفان هذه احيانا تكون وزنها ثقيل، اذا تفصلت بطريقه كبيره وزنها ثقيل تضغط على الجفن، فممكن تخلي الجفن يصير به هطول او سدول بالجفن السفلي، تاثر ايضا على المنظر. ممكن هذه تحك بالجزء اللي داخلي من العين، احنا من نسوي عمليات التفريغ مال العين خلينا نسميها، نزرع داخل المتبقي من العين كره، هذه الكره حتى تنفخ الباقي من العين اللي هي هذه، هذه تنزرع داخل الباقي من العين وتتغلف وبعدين هذه تجي فوقها. فاحيانا الاحتكاك المستمر بينهم يخلي هذه الطوبه تبرز للامام، فتصير التهابات مزمنه، التهابات مزعجه للمريض فعلا. فلازم كل فتره يراجع. الالتهابات تبقى هي يعني يبقى جزء من العين موجود، ممكن يصير بها التهابات فيروسيه، ممكن يصير بها التهابات بكتيريه، ممكن مجرى الدمع اللي هو ايضا يبقى موجود ممكن ان يلتهب، ممكن يلتهب المحجر مال العين الداخلي، هي تبقى جزء يعني باقي من العين يتعرض الى مشاكل مثل اللي كان يتعرض لها العين الطبيعيه. نعم. طيب دكتور، هسه اذا شخص اجى وهو حاب يسوي هذه العين الزجاجيه او الاصطناعيه اللي احنا بنحكي عليها اليوم، شنو الاشياء اللي لازم يسويها قبل؟ مثلا لازم تشوفون اذا هو عنده حساسيه مثلا من ماده الاكريليك او لا، لو هي ماده يعني امنه والكل يقدر يسويها، اكو اجراءات لازم يسويها قبل؟ بس هو الاشخاص اللي عندهم اولا مرض مثلا وصل به الحالة إلى أنه العين صار لونها مو حلو وضمرت العين صغرت وحاب يحسن من شكلها، فالإجراء الوحيد هو أنه نسوي مثل هذا النوع، بس هذا ما يقدر يلبسه مباشرة على العين الطبيعية أو بقايا العين الطبيعية، لأنه يبقى الإحساس بمنطقة القرنية اللي هي هذه المنطقة من العين الأمامية، يبقى الإحساس بها عالي جدا، ما يقدر يلبسها، مستحيل يحس بها بشكل قوي جدا، مو مريحة، مو مريحة أبدا. فبالبداية لازم هذا الجزء ينشال، يتفرغ العين من الداخل ويلبسها. كحساسية من المادة نفسها لا، ما به أي حساسية، بس مجرد ينأخذ قالب له، لازم يكون المكان اللي هي راح تقعد به واسع وكافي لأن تقعد به. طبعا الحركة راح تكون مو تمام 100% بس ممتازة حسب طبعا الباقي من العين إيش قد هو متحرك، عضلات العين إيش قد قوية، الالتصاق اللي بينه وبين الباقي من العين إيش قد راح يكون، راح تكون الحركة على أساسها. طيب دكتور، احنا حكينا على هالموضوع اللي خلينا نقول العيون الزجاجيه، ما مفكرين خلينا نقول مثلا يسوون طريقه ثانيه، يعني شيء ثاني انه يكون زراعه او فد شيء دائميه، مو المريض مثلا يكون مزعج انه تعال رجع العين وطلع او ما ادري شنو، فماكو شيء طريقه حديثه جديده؟ صحيح، اكو طرق هواي، هي مو حيل حديثه لا قديمه. جربوا يخلون ماده مغناطيسيه ما بين الجزء الداخلي والجزء هذا، بحيث من يلبسها يصير التصاق خفيف على بعضهم. بالضبط. وجربوا انه يظهر مثل بورغي خفيف ايضا تنشد عليه هذه العين، هاي طبعا تضمن حركه قويه جدا للعين، من يحرك العين الثانيه هذه العين تتحرك وياه، فهي طبعا ينطي واقعيه اكثر. أوكي. بس هذه مو كلها امينه وناجحه ومستمره لفتره طويله، راح تزيد المشاكل. لأن هذا هم الشيء اللي يبرز، البرغي اللي يبرز من الداخل ويركب على هذا ممكن يكون طريق للجراثيم، ممكن يتعرض إلى ضربات، ممكن يؤدي إلى مشاكل في إغناء عنها. فإذا تمت عملية التفريغ بطريقة صحيحة وتفصلت هاي العين بطريقة صحيحة بالتلبيس تطلع ممتازة، ما نحتاج أصلا إلى أن نثبتها. حلو. طيب دكتور، اذا كان مثلا طفل هو يعني فاقد عينه، ممكن يخلي هذه العين لو هي يعني يفضل انه يكون مثلا من عمر شويه كبير اكثر؟ نعم، الاطفال لازم يلبسوا من هاي العيون الصناعيه اذا كان عندهم ضمور. لازم. نعم، لانه احنا العين قاعده بغرفه عظميه اللي هي حدودها هذا الحاجب وجانب الانف وباقي العظم. صحيح. هذه غرفه بالداخل عظميه قاعده بها العين. حتى ينمو هذا الجزء العظمي اللي هو جزء من الوجه يحتاج إلى شيء داخلي يدفعه اللي هي العين الطبيعية. من يصير ضمور بالعين بعد ماكو شيء بالداخل ينطيها هذا الإعاز أن تنمو، فإحنا لازم نلبس شيء مثل هذا يكون حجمه يدفع شوية أطراف العظم حتى تخليه يكبر العظم، فهي مو بس جمالية وإنما للمستقبل، أحسن ما يكبر ويبقى هذا الجزء من عنده صغير العظم
صحيح. هذا جزء كبير يصير عنده تشوه بالوجه. فعلا طبعا دكتور انطيتنا معلومات كلش مهمه لنا وللمشاهدين، يعني احنا ما كنا نعرف، يمكن كنا متعودين على العدسات مثلا او اجهزه الليزر هيك شغلات، لكن نعم. هالشيء احنا هسه يعني بصراحه شفناه. عاشت ايدك دكتور. شكرا لك دكتور، نورتنا. أهلا وسهلا.